شوف يمينه وشماله ولا بطبيعة الحال المدافع رد الدفاع، المدافع ينتظر دائما المهاجم. نعم المدافع ينتظر المهاجم، ولهذا نشوف رد الدفاع دائما تكون اسرع للمهاجم اسرع من اذا ما حدث مع كريستيانو في مباراة كريستيانو. نعم ولهذا التوقيت هام جدا في طلب الكرة، وهدف ممتاز وكرة صعبة على الحارس ريكاردو. نعم ونعرف ان فابيانو في الكرات الرأسية من افضل